واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا الله بأن نصلي وأن نسلم عليه، وأخبرنا أنه جل وعلا وملائكته يصلون ويسلمون عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي أصح الأقوال أن معنى صلاة الله على النبي الثناء الحسن عليه في الملأ الأعلى. يعني عندما تقول اللهم صل على محمد، ما معنى أن يصلي الله على محمد؟ معنى صلاة الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم أن يثني عليه في الملأ الأعلى عنده. وأما صلاة الملائكة على النبي وكذا صلاة المؤمنين على النبي فهي دعاء، يعني ندعو الله تبارك وتعالى أن يصلي، يعني أن يثني ويعظم ويفخم رسوله صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. أمرنا الله تبارك وتعالى بذلك، والأمر للوجوب، ثم أتى بالمفعول المطلق للدلالة على الكثرة والاستمرار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة والسلام على النبي من أعظم ما يشفي الله به ما في القلوب، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له بعض أصحابه يا رسول الله إن لي صلاة، يعني دعاء، أنفق ذلك على نفسي، يعني أدعو لنفسي ولأهلي وولدي ومالي، يعني يدعو الله تبارك وتعالى لهؤلاء، أفأجعل لك ربع صلاتي، يعني صلاة وسلاما عليك؟ فقال نعم، وإن زدت فهو خير. قال أجعل لك ثلث صلاتي صلاة وسلاما عليك؟ قال نعم، وإن زدت فهو خير. قال أجعل لك نصف صلاتي ثلثي صلاتي؟ ثم قال في الآخر أجعل لك صلاتي كلها، يعني دعائي هذا الذي أدعوه لنفسي وأهلي ومالي وولدي أجعله صلاة وسلاما عليك كله. قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. فجمع له خيري الدنيا والآخرة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تكفى همك، يعني ما أهمك من أمور الدنيا والمعاش، فكل هذا يكفيك الله إياه. وأما ما يتعلق بالآخرة فهو مرتبط ومؤسس على غفران الذنوب. إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. فعلى الإنسان أن يعرف قدر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. والناس أعداء ما جهلوا، يعني إذا لم تعرف فكيف تحبه؟ الناس أعداء ما جهلوا. على الإنسان أن يعرف نبيه، أن يقرأ في سيرته وأن يقرأ في سنته وأن يتعلم صفته وشيته وحلياته، أن يتأمل فيما كان عليه هذا النبي الكريم وهو أكرم خلق الله رب العالمين وأشرفهم وأكرمهم على الله رب العالمين وأحبهم إليه صلى الله وسلم وبارك عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نكثر من الصلاة والسلام عليه في الليلة الغراء، يعني ليلة الجمعة، واليوم الأزهر، يعني في يوم الجمعة. فلنجتهد في هذا ما استطعنا، والله ولي التوفيق.